هتوضح في ان شاء الله في فيديو رقم 2 اللي هو الرفع على جوجل فورم. طبعا جوجل فورم زي مثلا رابط تسجيل التاسك مثلا ده، فاقول لكم مثلا انا بفتح الحاجه اللي زي دي. طبعا انا عامله البيانات، هكتب الايميل مثلا، ويقول لك هنا التاسك اللي مطلوب منك. طبعا ساعتها هيكون مثلا مطلوب منك صورة الصورة الاختبار رقم 1، صورة الاختبار رقم 2، صورة الاختبار رقم 3، على حسب بقى ما هنحدد اذا كانوا هيكونوا. انا بيقول لك اضغط لتحميل الملف، اختيار ملف من جهاز الكمبيوتر، وليكن ان كانت السكرين شوت اللي انا كنت عاملها دي مثلا هي دي. طبعا الملف ده ممكن يطلع، وبعدين بضغط تحميل، ممكن يطلع سكرين شوت، ممكن يطلع الملف ده كان ملف وورد مثلا اللي كان مطلوب تسليمه هنا. وبعدين بضغط مثلا، هو بيقول لي ايه، ارفق الرابط على الدرايف. الرابط ده لو انت مش عايز تحمل الملف كده دايركت مباشر، ممكن حضرتك تحمله لاي حاجه زي مثلا من جوجل درايف، سيب لي اللينك ده. انا طبعا بفضل طبعا اللينك الدرايف، او ان انا احمل ايه مباشره. فوق بعدين بقول له، بيقول لي انت حملت عن طريق ايه، هل انت حطيت الرابط؟ اقول له لا انا ما حطيتش الرابط، انا حملت الملف. طب يعني ازاي بقى بحمل على الدرايف؟ على الدرايف طبعا انا مثلا بخش مثلا هنا وليكن حاجه زي كده، فانا مثلا هروح جاي عامل ده الدرايف. طبعا الدرايف انت بتخش عليه، بتكتب في النت جوجل درايف، تخش على الدرايف بتاعك. طبعا جوجل بيكون سامح لك بمساحه حوالي 15 جيجا مفتوحين ليك. بعدين مثلا باجي هنا واروح اعمل تحميل ملف، يقول لي انهي ملف، اقول له وليكن مثلا السكرين شوت دي، يقول لي تمام جاري التحميل. بعد شويه كده هيخلص الايه الدي، لازم اضغط عليها كليك ده كليك يمين، هيقول لي واختار حاجه اسمها الحصول على الرابط. تيجي تحملها في الاول بتبقى موجوده كده حصر، فانا هاجي كده واقول له حصول على الرابط. حصر دي يعني حضرتك بس اللي تقدر تفتحها، واي حد تاني لازم تصريح منك علشان يقدر يخش عليها. حضرتك بتيجي عليها تضغط على حصر دي، تخليها اي مستخدم لديه الرابط، وبعدين تضغط ممكن تعمل نسخ للرابط، وبعدين تضغط تم. ساعتها اي حد هياخد الرابط ده هيجي يستعمله، هتفتح معاه الايه الصوره اللي هي السكرين شوت اللي حضرتك ايه خدتها مثلا الاختبار بتاعك مثلا. ساعتها مثلا هتيجي هنا في الاختبار، وهتروح حاطط لي اللينك اللي انت ايه كنت اشتغلت عليه. ساعتها انت مش هتبقى حملت الايه الصوره، ساعتها هتروح مختار لي مثلا تم التحميل من خلال الرابط. انا هعرف ساعتها ان انت سلمت عن طريق رابط تحميل من خلال الملف، يبقى انت حطيت الملف. طبعا ده ممكن يبقى صوره، ممكن يبقى ملف وورد، طبعا على حسب كل تاسك في ايه. طبعا انا ببقى محدد للملف انك مثلا ما تقبلش صور، اقبل ملفات وورد، اقبل ملفات كذا. بعدين باجي هنا بضغط ارسال. طبعا بعد ما بضغط ارسال بنتظر شويه، بعدين بيظهر لي اللي هو تم تسليم التاسك بنجاح. ممكن اروح دلوقتي مثلا على الجيميل بتاعي اتاكد ان انا وصل لي نسخه من التسليم عليه. اه بيقول لي زي اللي بيحصل في اخر كل محاضره، بيقول لي شكرا لملء هذا التاسك، تم ارسال برقم الكشف كذا، وادي الملفات اللي انت اشتغلت عليها، ودي الحاجات النص بتاعك ده بنتاكد منها من تسليم الحضور، وفي نفس الوقت برضه تسليم الايه التاسكات او المشاريع اللي هتتم بعد شويه. اتمنى طبعا ان يكون الشرح كان بسيط وكان مبسط وكان واضح للاجزاء اللي احنا اتفقنا عليها. طبعا زي ما قلت انا هحط بس لحضراتكم اللينكين بتوع الاختبارات اللي انا هعتمدهم، فين اللينكات كلها موجودة في المكتبة بتاعتنا، موجودين هنا في المكتبة، موجودين ثانية واحدة، اللينكات كلها موجودة في المكتبة هنا. لكن اللي أنا هحطه في البوست المثبت هحط لحضرتك الاختبارات المقبولة، يعني مثلا ممكن يبقى ساعتها مثلا أنا هختار اختبار واحد بس وصلت فيه 50% مثلا، ممكن يعني مثلا 50 للعربي و50 انجليزي، هكتب لك هنا مثلا لينك الاختبار المطلوب للغه العربيه، لينك الاختبار المطلوب للغه الانجليزيه. ساعتها حضرتك تخش عليه وتشتغل فيه زي ما احنا وضحنا في الفيديو، وبعدين هتحمل السكرين شوت وهحط عليك استقبال اللغه العربيه، استقبال اللغه الانجليزيه. ممكن نخليها مره واحده بس اللي هي نطمن ان انت وصلت للمرحله اللي انت وصلت 50 كلمه في الدقيقه، على حسب ما هنشوف هي 50 ولا ايه بالظبط من الباشمهندس ان شاء الله. طبعا انا مش ساعتها بقى مش هعمل لك اختبار كتابه معين انا اللي هعمله، ممكن نعمله وممكن لا، بس اظن ان دي هتكون افضل في تقييم التدريب. وممكن في فتره نعمل اختبار برضو من تبعنا احنا، بحيث ان ايه نتاكد برضو ان الجميع بيأدي الاختبار بشكل سليم. شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.